وقعت أثناء هذه الاشتباكات. الدكتور القرضاوي الشيخ القرضاوي بيواصل زي كالعادة كل جمعة خطبته اللي بيركز فيها على نقطة أساسية، إن المشكلة الرئيسية لدكتور محمد مرسي كانت إن هو كان حسن النية، وطبعا وجه اتهامات مباشرة في خطبة هذا الأسبوع إلى شيوخ الأزهر، وقال إن هم بيحاولوا أو أحلوا دماء الأبرياء. خلينا نسمع جزء من خطبته. هل رأيتم أحدا قتل من الضباط ومن الجنود الذين قتل؟ ما هم قتلوا بعضهم بعضا، أحيانا بالخطأ وأحيانا بما رتبوا مما رتبوه. والله هؤلاء قوم ظلمة، هؤلاء قتلوا الآلاف، يريدون أن يشركوا الشعب المصري في الدستور الذي صنعوه. الدستور الذي صنعه الشعب المصري أعظم دستور، ومع هذا فإن الدكتور محمد مرسي قال إذا كان هناك ملاحظات على الدستور ممكن نفقد أول جلسة نقوم فيه الدستور ونضيف إليه ما نضيف ونحذف ما نحذف ونعدل ما نعدل، وهذا إنصاف. أنا دي كان بعض الملاحظات، قال ممكن أنا أخذها وننظر فيها وأنظر فيها الذين انتخبهم الشعب بالأغلبية. هذا هو الإنصاف أيها الإخوة. أما أن يأتي هؤلاء عشرة والعشرة يجيبوا 50 والخمسين يقعدوا كم يوم وكم يوم ما كفوش زودوهم شوية أيام ويفرضوا علينا دستورا يحكمون فيه الشريعة الإسلامية، كل ما أهمهم حذف الشريعة الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية يجب أن يرجع فيها إلى علماء الأزهر، حذفوا هذه المادة لتصبح الشريعة الإسلامية أمورا مختلفا فيها. جاءوا بدستور يريدون للأمة أن تصوت عليه، وأنا أدعو الشعب المصري، كل الشعب المصري، أدعو الشعب المصري في القاهرة والإسكندرية، أدعو الشعب المصري في المدن المصرية، في الصعيد وفي الوجه البحري، في المدن وفي القرى وفي الصحارى، في كل مكان، أن يرفضوا الذهاب إلى هذا الاستفتاء. هذا استفتاء ساقط، لأن تقوم به حكومة ليس لها أصل، حكومة غير شرعية. لا طب إذا كانت بتقوم به حكومة ليس لها أصل، طب ما تخلي الناس تروح للاستفتاء وتقول رأيها عايزاه ولا مش عايزاه. وبعدين خلونا بس نؤكد على هذه النقطة، لأن للأسف الشديد بيتم استخدامها في الأقاليم وفي القرى وفي النجوع، إن هذا الدستور حذف الشريعة الإسلامية. يا جماعة نرجو بس إن احنا نقرأ وثيقة الدستور، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق في وثيقة الدستور. نمرة 2 قاعد بيقول ولا كان في مصابين من الشرطة ولا كان في مصابين من الأمن، ومن الناس اللي تمثل بجثثها في كرداسة وأسوان كانوا ايه دول يا شيخ يوسف؟ بما انك بقى سبت الدعوة وسبت الخطبة الدينية وتفرغت للأمور السياسية، طيب ما هو برضو الناس اللي ماتت في كرداسة وتمثل بجثثهم بهذه الصورة المسيئة لأي حد، ما حطتش نفسك يا شيخ يوسف مكان زوجة هذا الضابط او ابنه واحنا بنشوف جثثهم بهذه الطريقة يمثل بها؟ الابرياء اللي ماتوا في مديرية امن الدقهلية لم تكلف خطرك بان تتحدث بكلمة واحدة في خطبة الجمعة عن هم. ما اتكلمتش عن حرمة إراقة الدماء، لأن دي أمور دعوية ما بقتش تهم حضرتك، بقى يهمك الخطب السياسية اللي بتساند فيها جماعة الإخوان المسلمين. فاصل ونتابع.